من خلال ما ذكرت فنحن نؤدي رسالة، نحن جميعا نؤدي رسالة أئمة وخطباء ومرشدين ورؤساء وأعضاء مجالس علمية وعلماء، عن أي شيء سوف نتحدث؟ عن شيء، هل كلما بدا لنا موضوع يجب أن نتحدث فيه؟ هل معنى أنني إذا كنت أنا قد درست علما، مثلا أنا درست علم التاريخ ولا علم كذا ولا كل حاجة صالحة بشر؟ أبدا، أنت في خدمة الأمة، يجب أن تحدث الناس وتجعل قضيتك هي قضية الأمة، لأنك ملتحم بالأمة. ما لا تحتاجه الأمة لا قيمة له. كاين شي أشياء ديالك أنت في مخك ما تحتاجهاش. أمتنا فيها، أنا نتكلم بلغة، عندها حاجات كثيرة. الفقيه إما ما باغيش يدخلها، ولا يجنب الصداع، ولا يسلك، ولا كذا، ولا ما يعرفش يتكلم، ولا باغي يتكلم شي حاجة راه حافظها في راسه وصافي، ولكن الناس ما تستافدوا منها حتى شي حاجة. لذلك أنتم لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، الفقهاء يتحدثون عن الفريضة التي هي فريضة الوقت. زين، هذا شيء مهم جدا في الفقه. هناك فرائض كثيرة تريد أن تختار، ولكن الفريضة، بعض الفرائض تأتي في المقدمة وتكون لها الأولوية، يسميها الفقهاء هذه فريضة الوقت. مثلا حينما كان الاستعمار يداهم بلاد إسلامية، كان الناس يتكلمون كلهم في تحرير البلاد، ولكن حينئذ لا يمكن أن يتحدث إنسان آخر في قضايا بعيدة عنها السياق، لأن تجميع الأمة في خطاب حول خطاب واحد يؤدي إلى أن يؤدي ذلك الخطاب. إذا ما هي فريضة الوقت أيها السادة؟ في ماذا نتكلم؟ هل نختار المناسبات شعبان ورجب؟ هذا قلنا لنا شعبان ورجب، كأشياء أخرى. أمتنا لها حاجات متعددة. الناس يتحدثون الآن عن قيم، يتحدثون عن مفاهيم، يتحدثون عن معاملات، يتحدثون عن أشياء كثيرة. لأن لا أستطيع أن أستعرض لكم الكثير، ولكن أحب أن أقول نحن من يجب أن يكون في الصدارة في الحديث، لأن لنا من المصادر ومن الوثوقية ما نستطيع به أن نمنع زحف بعض الأفكار، التي بعض الأفكار إنما تتمدد في الفراغ الذي نحدثه نحن.